ومثل ما انك شايف يعني اعداد كبيره جدا من المرضى. يعني هلا الساعه 10:30 صار في عندنا اكثر من 100 مريض، للساعه 10:30 اكثر من 100 مريض للمركز. الحقيقه نحن كنا عم نخدم في بلده تقاد، ومنذ الحمله النظام الحمله الشرسه اللي قام فيها ابتداء من اكثر من شهرين على ريف حلب الجنوبي والشرقي ومن ثم على ريف حلب الغربي، بدات حملات النزوح الكبيره والهائله جدا الى المناطق اكثر امنا. وكنا نحن في بلده تقاد منطقه امنه، وجانا نازحين كثير، عدد كبير من النازحين من مناطق ريف ادلب. تعي خديها تعي. بدات الحمله بشكل مكثف بتاريخ 14/2/2020، بدأت الناس بالنزوح 15/2، ما ضل في أبدا أي شخص بتقاد، جميع العائلات نزحت لمناطق آمنة، وقررنا أنه ننقل المركز لمكان أكثر أمنا ومكان أنه يكون في عدد سكان ونازحين كبير لنخدمهم. جينا لهون على منطقة دير حسان اللي هي عبارة عن تجمع كبير من المخيمات، يعني عدد كبير هائل، أكثر من 100,000 نسمة هون في تجمع مخيمات. لقينا مبنى ومو مخدم، يعني كان المبنى فاضي، ما في تخديم، ما في مركز صحي، حطينا فيه أن المستلزمات والأجهزة وكل معدات المركز من تقاد إلى دير حسان، وبدأنا الحمد لله رب العالمين بتخديم الناس، وشايفين الأعداد الهائلة من المرضى، أعداد كبيرة، يعني لأنه الناس أغلبها نزحت وسكنت بمخيمات. يعني ما في بيوت، ما في كذا، سكنت هون في الجبال مثل ما انتم شايفين، وما في امكنه، يعني الناس عم تختار مناطق، هلا عم تروح على مناطق عزاز عفرين لاني هون ما في مكان. يعني